احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا والتي أتمت 10 سنوات، وذلك في أجواء اتسمت بالبهجة والزينة المنونة، وذلك أيضا بحضور أصدقاء الطفلة الصغيرة ميلا. وشاركت نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها على انستغرام بعدة مقاطع فيديو متعددة من أجواء الاحتفال، وبدت فيها بإطلالة عفوية بالملابس الكاجوال مع ابنتها ميلا، على عكس أعياد الميلاد السابقة التي أطلت فيها ابنتها بفستان كالأميرة. واستعانت أيضا نانسي عجرم بإحدى الصالات المخصصة لأعياد الميلاد وزينتها بالزينة الملونة، وقامت بالغناء لميلا مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وابنتهما الصغرى إيلا. ووجهت أيضا نانسي معايدة لابنتها واصفة إياها بأنها الحب الأول لها ولزوجها، وكتبت قائلة: عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وحبنا الأول ميلا. وانهالت التهاني من جمهور نانسي عجرم على الطفلة الصغيرة، معتبرين بأن ابنتها كبرت بسرعة، بينما انشغل آخرون بمقارنة جمالها مع والديها، إلا أن الآراء صبت بأنها تشبه والدها أكثر، واعتبروا في نفس الوقت بأن الطفلة الصغرى هي نسخة عن والدتها نانسي عجرم. ومن ناحية أخرى، استأنفت الفنانة نانسي عجرم نشاطها الفني مؤخرا بعدما أنجبت في فبراير الماضي مولودة جديدة من زوجها الدكتور فادي الهاشم، وأطلقت عليها اسم ليا، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث أنجبت نانسي ابنتهما ميلا يوم 16 مايو من عام 2009 وإيلا في يوم 23 إبريل من عام 2011. شكرا لكم لحسن المتابعة، أتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. أشوفكم في فيديو جديد مع خبر جديد، والسلام عليكم.